قضية العلاج خارج العراق من قبل الحكومة المحلية في عام 2022، شنو حققتوا بهذا الملف وخطتكم لعام 2023؟ الحمد لله والشكر، في عام 22 استطعنا يعني علاج 1127 مريض. هؤلاء المرضى تعالجوا قسم خارج العراق وقسم داخل العراق. خارج العراق كان عندنا 29 رحلة علاجية، أرسلنا 780 مريض للعلاج في تركيا، والحمد لله والشكر نسبة النجاح كانت عالية جدا ونسبة الشفاء كانت أيضا جيدة، وهذا ما يتعلق بخارج العراق. أيضا جلبنا 11 فريق أجنبي للبصرة، بعضهم أتراك، بعضهم من ألمانيا، بعضهم من أمريكا، بعضهم من روسيا، بعضهم من فرنسا، ومن دول متعددة، ومن بريطانيا أيضا ومن إيرلندا. كان عندنا 11 فريق، هاي 11 فريق تقسمت 5 لجراحة القلب للأطفال و6 لجراحة العيون. مجموع الفريقين عالجوا 347 مريض، 125 مريض هم من الأطفال، عندهم كانت تشوهات خلقية في القلب، وكان سفرهم متعذر لأن حتى بالطائرة ما يتمكنون من السفر، حالتهم كانت خطرة جدا. نعم. والحمد لله وشكر الدول من 125 صارت عندنا 3 وفيات فقط، لأن حالتهم كانت جدا معقدة وصعبة، بعضهم أوزانهم قليلة، لكن 122 طفل الحمد لله وشكر تم إنقاذ حياتهم، واليوم متمتعون بصحة وعافية جيدة. نعم. خطتكم لعام 2023 في علاج خارج العراق أو في استقدام فرق طبية؟ إن شاء الله عندنا سنة خطط طموحة، نحاول لأول مرة على صعيد العراق نقوم بزراعة الكبد في محافظة البصرة. أكو عندنا خطة أيضا لزراعة النخاع في محافظة البصرة، طبعا بتمويل من المحافظة وتنفيذ من دائرة الصحة مع فرق أجنبية من تركيا ومن الهند ومن دول أخرى. أيضا إن شاء الله احنا نتأمل أنه حصول يعني توفر التمويل من وزارة المالية حتى نباشر إن شاء الله بإطلاق البرنامج، يعني نتوقع ربما الشهر القادم ينطلق البرنامج العلاج خارج العراق. Thank you.